الإقليمي، مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، هو المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية. هو الاجتماع اليوم في الحقيقة هي ندوة ختامية لمرحلة أولى البرنامج دعم السلم الاجتماعي والتنمية المحلية في ليبيا، وانطلاقة الجزء الثاني من البرنامج هذا للفترة القادمة إلى سنة 2021. المشروع هذا مشروع دعمناه احنا وجدنا في ليبيا متواصل من 2012، وكنا من بين من اول الجهات اللي دعمت الحكم المحلي في ليبيا ايمانا منا باهميه وضع الحكم المحلي كجزء من الحل. بطبيعه الحال احنا بطبيعتنا جايين من جمعيه بلديات، يعني احنا جايين ونعتبر نفسنا شريك طبيعي للبلديات في ليبيا. المشروع هذا يتمثل في دعم البلديات في اداره الشان المحلي، تقديم خدمات افضل واقرب لاهتمامات المواطن. هذا أول. ثاني حاجة كذلك خلق أرضية تفاهم مشتركة من مختلف البلديات حول اللامركزية، مفهومية مشتركة. بتحال هي ليبيا قاعدين يعيشوا تغيير ثقافي مؤسساتي، ومهم جدا أنه نعاونوهم بأدوات عمل أنهم الثقافة هذه تكون مركزة بطريقة ملموسة في عملهم اليوم. هذلك نتشتغل مع الوزارة بشكل كبير أنه كل البرامج نقدموها على مستوى الوطن يقع تبنيها وتمس أكثر على مستوى وطني. في نفس الوقت العمل التقني متاعنا والمقاربات هذه معه كذلك عمل ملموس ومشاريع تنموية ملموسة، كيما بناء وتأسيس مراكز خدمات المواطن في ليبيا اللي فيه يعني باك أوفيس وفرونت أوفيس. معناها بناية تستجيب للشفافية والقرب، وفي نفس الوقت كذلك باك أوفيس فيها إدارة الشكايات وكذلك تقديم خدمات يصير تقييمها يوميا على مستوى البلدي. كذلك تهيئة مناطق خضراء أو خلق أو تأسيس مركز الأم والطفل. فحاولنا على قد ما ناخدكم برامجنا فيها جانب المؤسساتي التقني وذلك الجانب الملموس اللي بيش يشوف المواطن اللي إذا كان نشتغل على الحكم المحلي بطريقة معينة ممكن نخلق الفرق ونعطيه كما كنت نحكي توا كان سمعتوني فتحة الأمل اللي ليبيا محتاجتها لتجاوز تحدياتها. هو نسبة تقدم كبيرة برشا المشروع هذاك، ما كنت نحكي برغم الظروف الصعيبة اللي تعرفها ليبيا وضغم مشاكل الأمنية، لكن باعتبار ضماناتنا اللي حطيناها أنه it's a program owned، يعني برنامج يتملك الجانب الليبي، فوصلنا أن تقريبا يعني مشروع 95% من المشروع تم تنفيذه واللي وعدنا به عملناه، وهذا مهم جدا لمصداقيتنا. المشروع الثاني هذا احنا باش نبداو فيه هو تواصل، لكن الجزء الثاني من المشروع فيه إضافة جديدة هي التعاون اللامركزي الدولي باش نربط البلديات الليبية مع بلديات أوروبية، خاصة أن الفي إن جي إنترناشونال تترأس لجنتين دوليتين، لجنة الدعم التقني على مستوى العالمي للبلديات وكذلك لجنة دبلوماسية المدن، ونتمنى أنه نخلق كذلك ديناميكية للبلديات الليبية تحس روحها جزء من أسرة أكبر. عدد البلديات اللي تم استهدافها قبل الشيء عدد البلديات هو احنا اشتغلنا على 32 بلدية في الجزء الاول باش نقعدوا في نفس المجال لانه التمويل هو تقريبا نفسه في نفس البلدية في بلدية جديدة، وبلدية جديدة كم تم اقتراحها من وزارة الحكومة المحلية في اي مناطق؟ احنا يعني شرقي شرقا غربا شمالا جنوبا، احنا نحاول نمس كل الجهات في ليبيا. التمويل هو تمويل من الاتحاد الاوروبي ومن الحكومه الهولنديه، هو تمويل متواضع مقارنه مع التمويلات، لكن كما تراو لما يكون متواضع ووجه بطريقه صحيحه النتائج نتاعو تكون اهم برشا، وحنا فخورين جدا به. تمويل على مستوى البرنامج اللي فات هو 3 مليون يورو، ومواصلته 3 مليون يورو في الفتره القادمه.